متابعينا الكرام، صباح الخير مع حضراتكم بهجة أبو ضيف، وبنقدم لحضراتكم حاليا بث مباشر من طريق الكورنيش بمحافظة القاهرة وتحديدا بمنطقة مزبير أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون لرصد حركة المرور والتعرف أيضا على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أند السود اليوم الجمعة، حيث توقعت هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية على كافة الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وإلى السواحل الشمالية وأيضا إلى الوجه البحري، كما توقعت هيئة الأرصاد أيضا أن سود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري وأيضا على شمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء وعلى الطقس ليلا. فتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة ويصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق زي ما حضراتكم شايفين حاليا انتشار الشبورة المائية صباح اليوم الجمعة، إلا أن الحالة المرورية بطريق الكورنيش بمحافظة القاهرة لم تتأثر بتلك الشبورة، حيث تميزت حركة المرور بطريق الكورنيش في الاتجاهين بالانتظام سواء الاتجاه القادم من منطقة أو مدينة المعادي وميدان التحرير والمتجه إلى طريق اسكندرية الزراعي، أو الاتجاه الآخر القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ومنطقة المظلات والمتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض والمعادي وحلوان. الحالة المرورية مستقرة وخالية من أي تكدسات في الاتجاهين، بتتصف بالانتظام والسيولة وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على تنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور، خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية وحالة الطقس غير المستقرة، كما رصدنا أيضا صباح اليوم انتظام حركة السير بطريق اسكندرية الزراعي في الاتجاهين سواء الاتجاه القادم من الأقاليم ومدينة بنها والمتجه إلى القاهرة أو الاتجاه الآخر. فالحالة المرورية كانت مستقرة خالية من أي تكدسات وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على تنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة السير. زي ما حضراتكم شايفين حاليا حركة المرور بطريق الكورنيش مستقرة وخالية من أي تكدسات وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور. الإدارة العامة للمرور بتتابع كافة الطرق والمحاور من خلال عدة وسائل أبرزها كاميرات المراقبة المثبتة بتلك الطرق، بالإضافة إلى انتشار ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السير، وأيضا من خلال نشر دوريات مرورية متحركة بسرعة الاستجابة لأي بلاغات متعلقة بحوادث التصادم حفاظا على حياة المواطنين وأيضا الحفاظ على السيولة المرورية تلك الطرق، خاصة في ظل التقلبات الخاصة بالطقس وانتشار الشبورة المائية. هنذكر حضراتكم مرة أخرى إحنا بننقل لحضراتكم حاليا بث مباشر من طريق الكورنيش بمحافظة القاهرة لرصد حركة المرور والتعرف أيضا على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الجمعة. توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وأيضا على الوجه البحري، كما يسود طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. وتوقعت هيئة الأرصاد انتشار الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، وعلى الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق. نتابع حضراتكم إن شاء الله بكافة الأخبار المتعلقة بحركة المرور وحالة الطقس على مدار الساعة، وشكرا لحضراتكم.